على وقع رقصة الشبوان الشعبية، احتفلت حافة الحوطة بمدينة سيئون بزفاف 80 عريس وعروسة في عرس فرائحي هو 15 تحييه الحافة منذ سنوات، والذي يتزامن مع فعاليات مطلع المطالع الذي تنظمه الحافة سنويا. الآن 15 وعدد العرسان الذين تقدموا معنا من أول عرس إلى العرس هذا 741 عريس وعروس، ونحن عملنا هذا الزواي الجماعي للمساعدة لأخواننا وأيضا لإكمال نصف دينهم، ونتمنى من الجميع إن شاء الله تعالى يكون ربنا يسعدهم في الدنيا والآخرة، يكون أول عقد وآخر عقد. دأب كثير من أهالي مناطق وادي حضرموت على إقامة الزواجات الجماعية في صورة تجسد معنى التكافل والألفة والمحبة بينهم، وهو أيضا يعد وسيلة لإدخال الفرح والسرور في بلد تعصف به الأزمات من كل جانب. زواجي مع هذا خفف على الناس، بعضهم يقول لك يكلفهم أكثر من كذا. الآن الرجال الخير ورجال الصدقة هذا يصدقون أنه يعني ساعدهم، يعني من ناحية اللبس ومن ناحية المواد الأكل هذه وذا، ساعدونهم وجزاهم الله خير المصدقين وساعدين بالحافة الحوطة، وربنا يوفق الجميع. فالزواجات الجماعية تساعد الشباب في تسهيل أمور زواجهم، في تسهيل متطلبات الزواج الباهظة، وتخفف عنهم أعبائها ومشاقها. فكثير من الشباب أصبح عاجزا عن الزواج نظرا لارتفاع التكاليف الباهظة التي فرضتها عادات وتقاليد المجتمع في الأعراس وحفلات الزفاف. نبارك لأنفسنا وجميع المعاريس على هذا الحفل، وإن شاء الله ربنا يجعله دائم ومستمر سنين عديدة وأعوام عديدة. أيضا لا ننسى الشكر الجزيل لكل القائمين بهذا الاحتفال السنوي، المنظمين وجميع القائمين بهذا الحفل. يا شوقني زور النبي ونطوف بالبيت. فالزواجات الجماعية تشكل مهرجانا شعبيا فرائحيا يسعى لخلق صورة تكافلية بين أبناء المنطقة، حيث أعطت للرقصات الشعبية المحلية مساحة واسعة للاهتمام بالموروث الشعبي. فهمي برماده، قناة سهيل، سيئون.